ابو زعبة بقى الحياه كانت زي يوميه، احكي لي جوه كان ايه؟ ما كناش بنخرج من مكاننا. ما كناش بنخرج بره باب العتبه، ما كناش نخرج. طول النهار مقفول علينا، طول النهار ولا ساعه فسحه، طول النهار مقفول علينا. 30 نفر في اوضه، 30 مقفول عليه، 20 نفر في اوضه، ما يطلعش غير المسير، ما يطلعش ان هو انا غير نبطش الظابط، ما يطلعش غير اللي هم اللي ايه المرشدين بتوعهم، المعرسين بتوعهم اللي هم ايه بيدوا لهم الحاجه وبيعملوا لهم الحاجات وكده، ويرشدوا لهم. بتاكل ازاي؟ بتاكل ازاي؟ تشرب ازاي؟ وتدخل حمام ازاي؟ في كل اوضه فيها حمام صغير كده ل 30 نفر. كل اوضه حمام صغير كده ل 30 نفر. يعني اوضه كبيره ولا صغيره؟ اوضه صغيره. 30 نفر ده كتير على اوضه صغيره. كتير طبعا. الاوضه كام في كام كده؟ يعتبر 3 4 في 3. 4 في 3 متر. 4 متر. وارتفاع عاليه. خمسة متر. بتاكل ازاي تاني؟ الحاجات اللي بتيجي اصلا ما تتاكلش، نمره 3 يعني، الحاجات اللي بيفرقها ديت، كل جهاز اسود كده هوت، والفاكهه اللي بتيجي نمره 3، مش هي الفاكهه اللي ملهاش طعم كده، باذنجان ده بيجي زي ما بيجي زي ما ترمي، حلاوه من اللي بيعملوها ديت بيفرقها كل واحده برضه تترمي، عامله زي الطوب الايه؟ الجبس. طوب الجبس. زي الجبس كده ناشفه يعني ما تتاكلش، تكسر تكسير حلاوه كده، تكسر تكسير اللي هي 50 قرش كده، كل واحد بيبيع كل عنبر علبه ياخدها كده ويرموها في الزباله على طول لانها ما تتاكلش. كنت عشان على الزيارات مش عارف. الزيارات طبعا. زيارات. كنت بتناموا ازاي بقى في الليل؟ كان في ناس بتنام ورايا، يعني كان في حته طرقه زي دي كده اهوت بيناموا فيها 5 3 يناموا، 2 يقعدوا، واثنين يناموا، 3 يقعدوا، 5 حته كده اهوت بالظبط، عرض متر، طول متر ونص، 5 انفار يناموا فيها. بنعمل ورايا دي. وقعد يفضل قاعد؟ علشان لسه ما خدش مكان ليه، يعني الحته دي اللي هو لسه رايح جديد. جوه بقى شبر وارض كده، حاجه اسمها شبر وقبض. للناس. كبر بينام على شبر وقبض. طب افرض دخل عليكم ناس؟ يقل، يبقى شبر بس. ياخد من دي حته ومن دي حته ومن هنا حته، بتطلعه لغايه ما يطلع له حته برضه ينام فيها. مش مهم، هو يقول لك الباب اهم شيء من الباب يقفل. ماليش دعوه بقى تموت. تكسروا بعض، تموتوا بعض، متحررين بقى مع بعض. هيناموا 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 هيناموا. كان في بيبقى وقت ساعات ما بقاش في مكان حد ينام فيه، والناس بتبقى قاعده على حيلها، تنام هي قاعده، تنام وهي قاعده. ما هو زحمه، ما فيش اماكن. زحمه وفي اماكن تانيه فيها 10، في اوض تانيه هي يعتبر زي 5 نجوم فيها 10 برضه بالكوسه. في اماكن تانية بالكوسه. بالكوسه. لا اللي في النايمين فيها 30 دول تلاقي الاوضه الثانيه 15. نايمين فيها 15 وهي نفس الاوضه ونفس الطريقه ونفس كله. تلاقي 15 نفر ودي 30. وكان في ناس بتنام في حمامات؟ مفيش مكان، مفيش كراتين ومفيش حاجات، وينام. يعمل ايه؟ بعد ما يقعد 5 8 ساعات واقف او قاعد او يقعد شويه يقوم شويه، هيعمل اي مكان بقى، مكان ما هيلاقي ان شاء الله يكون ميه. انا كنت بشوف ناس نايمه في الميه غلط، مش قادر، مش لاقي مكان ينام فيه. شفنا حاجات كتير، واتضربت، حد عمل، اتعورت في قلب السجن برضه 94 و95 يعتبر متعور في ايه؟ السجن. ده من ايه دي؟ من الامن المركزي. من ايه اللي حصل؟ حاجه اسمها مصلحه السجون. ايه اللي حصل؟ يجوا يخشوا اي مشكله اي حاجه وهو هنا اهو. يخشوا لاي حاجه ياخدوا بقى عطر على باطن. ويقول لك الايه الحسن القصه سات عمر. مش حاجه اللي هم ايه ياخدوا الاثنين اللي عمل المشكله
او الثلاثه اللي عامل مشكله يلموهم ايه يعمل يتصرفوا معاهم زي ما عايزين. لا يروح واخدين كله على عاطل على باطل كبير على صغير. يعملوا ايه بقى؟ ضرب 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 والصدادات وضرب وغير بدله ضرب. يعني مش اصلاح وتهذيب يعني؟ لا 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 وبعدين انا سمعت تعذيب. وبعدين في حاجه كمان انا سمعت على شاشه التلفزيون بيقول لك طلع ايه كل واحد بياخد 5 ترغيفه. بناخد 3 ترغيفه بس مش 5 ترغيفه، 3 ترغيفه للراجل كل يوم اول عن اخر 3 ترغيفه. في حين ان في معلومه بتقول لك ان حقوق الانسان بتدي مصر على كل سجين $7 في اليوم يوميا. فطبعا كانوا بياكلوها كلها يعني بياخدوها اهو. فين بقى؟ شوف كم مليون في مصر مسجون. خليهم 5 ترغيفه، 5 ترغيفه ما يقطعوش حتى 5 ترغيفه بربع جنيه. وفول بنص جنيه، خليه بجنيه فول وخضار ومش عارف ايه. وممكن الواحد يصرف 5 جنيه، جمع منهم 2 جنيه ميه، جمع منهم 5 جنيه نور. انتوا بتتعاملوا ازاي بقى في الحمام لما تدخلوا الحمام؟ بالطابور، ناس تخش ناس تطلع. بالحمام بالحجز. انا ورا منك وانا وراك وانا وراك وانا وراك. كل واحد عنده يعني حاجة. يعني في الصيف دهوت كل واحد عنده بايظ الدنيا عنده. اقول لك يا باشا في الصيف دهوت زمان دلوقتي شوف انا عشان انا مجرب زمان القعده اللي انا قاعده ديت زمان بيتخانقوا عشان يخشوا تحت الدش ورا بعضيهم يضربوا بعض عشان يخشوا تحت الدش عشان الزحمه. عشان الزحمه وعشان الحر كله بقى قاعد يهوي عشان مفيش مراوح ولا في عندنوه. الاسم ان المكان مليان مراوح، المروحه تيجي وعطت تترمي ممكن تقعد سنه مرميه ما تتغيرش. حاجات غريبه. مفيش تكييف يعني في الله؟ لا ولا تكييف. فين؟ مفيش تكييفات. تكييفات في اماكن ثانيه. مش بتوع احمد عز والعالمي. طيب 5 نجوم. بس برضه السجن في 5 نجوم. طبعا في 5 نجوم. طبعا في 5 نجوم. كان بيسلموكوا الجرادي اللي هي بتاعت الحمام؟ لا ده الاوضه كلها، ده في القطه كان كل اوضه يتحط لها جردلين وكده. ده الاوضه كلها تعمل حمام فيها؟ طبعا. امال ايه؟ ما فيهوش حمام اصلا، الحمام بره بره الاوضه بالنهار بس. الحمام بره الاوضه، امال انتوا ازاي بتعملوا حمام؟ بقول لك الحمام بره الاوضه، بنطلع ساعتين شطف ونخش الحمام وكله ونرجع تخش الاوضه تاني. كل يوم ساعتين؟ ده في القطره. الاصل ابو زعبه ما فيهوش حاجه زي كده. ما فيهوش اي حاجه لان الحمام مكانه. في حمام في نفس الاوضه نفسها. ما كانش حد بيطلع ولا ساعتين ولا يتمشى ولا يروح معي ولا يروح اي مكان. يعني الاكياس انت كنت بتاخدها دي او انت بتاخدوها عشان تعملوا حمام فيها؟ كناش بناخد اكياس دي. بتحطوها في الجرادل؟ دي لما كنا ده ده مكان تاني يعني كنا ما فيش حمام. واحد مجنون غصب عنه بياخد كيس من اي حد وتعبان هيعمل ايه؟ لازم تعبان مش هيتحمل بقى. ولا اصعب يعني موقف شفته انت في السجن يعني بالذات يعني ايه؟ كان في طره كيلومان طره. زي ايه اللي حصل؟ الزحمه. من الزحمه. كنا في عنبر 135 نفر. عنبر 135 نفر. عنبر كبير. كانوا حاطيننا كلنا مع بعض، مخدرات على سرقه على قتل على ده على ده على ده، كله على بعضه. لان كان المعتقل اول دور والجنائي تاني دور. المعتقل الجنائي مش المعتقل السياسي. السياسي ده لوحده. ايام ديت كان بقى موجود عزام والناس ديت كانت موجوده. قاعدين برضو في 5 نجوم. عزام ده كان قاعد في 5 نجوم. هو سياسيين خالد وخالد الزمر وكل الفرقه دي كلها. خالد الزمر كان قاعد في 5 نجوم. هيدا اسمها تجربه. المهم ايوه ايه بقى لما انت كنت في 165 نفر ايه اللي كان بيحصل يعني؟ مفيش كله بقى بنجيبه في سراير؟ لا مش سراير. امال ايه اللي بيجيبوها في الافلام دي؟ كذب اللي فيه؟ مفيش سراير، هو مكان واحد بس اللي فيه سراير اللي هو المرج. المرج بس اللي فيه سراير. دورين والقناطر تاني. دي القناطر عاملينها الاجانب. شفتش انا
صراحة أنا القناطر عشان ما رحتهاش. وإيه اللي حصل في العنبر وأنتوا 135؟ أنتوا ما فيش سراير بس تناموا على الأرض. على الأرض كله بيجي ينام على الأرض أهو بالراس. بس و135 ده العنبر كان بياخد 135؟ عنبر كبير. ماشي. أربع باكيات في بعض، يعني يعتبر زي أربع أوض. زي أربع أوض اللي فيها 30 دي. أه. برضه قليل. رص قوالب. أه. في ناس كانت بتنام وهي واقفة؟ يعني مفيش مكان هيعمل إيه. بتعرف تنام وهي واقفة؟ قصد ما هيعمل إيه؟ النوم ده ما هو بيقف كده ايه ويقع هيعمل ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله.